جولة في الصحف على قناتكم شوف تي في، أهلا بكم. نستهل جولتنا بجريدة الصباح والتي عنونت على صدر صفحتها الأولى: شاب يضرم النار في جسده بتمسنا. وكتبت الجريدة: أضرم شاب بتمسنا النار في جسده أمام أعين مسؤولي السلطات المحلية بعدما اقتحمت القوات العمومية سكنه العشوائي بدوار الخمالي تنفيذا لقرار الهدم الصادر عن مصالح عمالة السخرات مارة، بعدما اقتنت شركة العمران أراضي المنطقة قصد تشييد مجمعات سكنية فوقها. تفاصيل الخبر تطالعونه في عدد الغد من يومية الصباح. وإلى صحيفة المساء والتي كتبت مقالا تحت عنوان: مستجدات خطيرة في قضية عمداء الشرطة الموقوفين بشبهة التستر على مجرم بالقنيطرة. وفي تفاصيل الخبر نقرأ: دخلت قضية البصمة التي تسببت في توقيف 3 عمداء الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة بعد الاشتباه في تلاعبهم بنتائج تحقيق في عملية سطو على مؤسسة تعليمية لاستبعاد مرتكبها من دائرة الاتهام، منعطفا خطيرا أعاد من جديد هذا الملف إلى واجهة الأحداث. مزيدا من التفاصيل في عدد الغد من صحيفة المساء. ننتقل إلى جريدة أخبار اليوم والتي عنونت على صدر صفحتها الأولى: تقرير أمريكي يرسم صورة قاتمة عن الأمن في شمال إفريقيا. وتكتب الجريدة: رسم تقرير مركز أمريكي صورة سوداء عن مستقبل شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وقال مركز The Inter University Center for Terrorist Studies، وهو قريب من وزارة الخارجية الأمريكية، إن الأمر يدعونا إلى التشاؤم حول المستقبل قصير المدى لمنطقة شمال إفريقيا. وفي 2015 ستستمر التحديات الأمنية في المنطقة. تفاصيل أوفى عن هذا التقرير تطالعونها في عدد الغد من يومية أخبار اليوم. ونختم من جريدة الأحداث المغربية والتي عنونت: انفجار في مصنع للبارود يودي بحياة عاملين بالدار البيضاء. وفي تفاصيل الخبر نقرأ: أودى انفجار في مصنع للبارود بالجماعة الكروية سيدي حجاج إقليم ديونة نهاية الأسبوع بحياة شخصين في الحين، بينما يرقد الضحية الثالث بين الحياة والموت بغرفة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء عناصر الضابطة القضائية للمركز القضائي الدرك الملكي بتطمليل بفتح تحقيق شامل في القضية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية جولتنا الصحفية، طابت أوقاتكم بكل خير. قبل ما تخرجوا تابوا ناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب و بارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، و بلا ما تنساو ديروا جيم. و الا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوطون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.